الانطلاقه اللي عطاها سيدنا الله ينصرو الحمله الوطنيه للتلقيح ضد مرض كوفيد 19. اليوم كان بادره ديال التلقيح بعشره رجال ونساء من قطاع الصحه كبادره وعندها واحد الدلاله رمزيه ديال طمانه الباقي للمواطنين من النجاعه ديال هذا التلقيح ومن اللي نوكويتي ديالو يعني خلوه من مضاعفات اللي خطيره. دونك هاد العشره ديال الاشخاص كيمثلوا جميع الفئات الاطر الصحيه بما فيهم اطباء ممرضين اداريين. وغادي غدا ان شاء الله غتبدا الحمله بالاقليم وغادي في الفتره الاولى غادي تتجه للناس ديال الخطوط الاماميه لي فرونت لاينر والسكان اللي كيتجاوز العمر ديالهم 75 عام وما فوق. المستشفى ابو القاسم الزهراوي كينخرط في هذه العمليه هذه جميع موظفيه وجميع اطوره باش نحاولوا ننجحوا هذه العمليه ونحاولوا تكون ان شاء الله نوصلوا للمناعه ديال الساكنه ديال المغرب. بعد التوصل بالدفعه الاولى من اللقاح واعطاء صاحب الجلاله تعليمات لانطلاق الحمله الوطنيه للتلقيح فجميع الأطر الصحية بإقليم وزان هي مؤهبة ومجندة لإنجاح هذه الحملة التي ستتم إن شاء الله بصفة تدريجية لتشمل جميع المواطنين من الفئة المستهدفة. وشكرا. إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد الفيروس كورونا المستجد وبعد انطلاقة اللي عطاها سيدنا محمد السادس اليوم قامت المندوبية ديال وزارة الصحة بوزان بتلقيح الأطر الطبية والشبه الطبية وتلقينا اليوم الجرعة الأولى في انتظار الجرعة الثانية إن شاء الله غتكون من هنا 21 يوم. وهذا اللقاح هذا هو لقاح آمن وإن شاء الله نتمنى بهذا اللقاح تكون النهاية ديال هذه الجائحة. نتمنى بأن الناس يتفاعلوا مع هذه الحملة هذه ويتلقحوا ومع التزام بالميزير بارير اللي هما ديما الكمامه وغسل اليدين هذا في انتظار ان شاء الله الجائحه تزول وان شاء الله يكون خير.